بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبنائي طلاب الصف الأول الثانوي بمدارس شعاع المعرفة الأهلية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لدروس مادة الأحياء، أن نبدأ بإذن الله تعالى مع الفصل السابع، الديدان والرخويات. الفكرة العامة: خلق الله المدبر للديدان والرخويات تكيفات مختلفة تساعدها على العيش في الماء أو التربة أو تعيش متطفلة. موضوعات الفصل: الدرس الأول الديدان المفلطحة. الديدان المفلطحة حيوانات عديمة التجويف الجسمي وتعيش حرة أو متطفلة. الفكرة الرئيسة ديت: الديدان الأسطوانية والدوارات. الديدان الأسطوانية والدوارات لها قناة هضمية أكثر تعقيدا مما في الديدان المفلطحة، وتنشأ هذه القناة من التجويف الكاذب لجسمها. الرخويات: الرخويات لها تجويف جسمي حقيقي وقدم عضلية وعباءة وقناة هضمية بفتحتين. وأخيرا الديدان الحلقية: تتكون أجسام الديدان الحلقية من حلقات توفر لها أنسجة متخصصة وتجعلها أكثر كفاءة على الحركة. مع الدرس الأول الديدان المفلطحة: إن شعبة الديدان المفلطحة عظيمة التجويف الجسمي، أما شعبة الديدان الأسطوانية فهي كاذبة التجويف الجسمي. تشترك الشعبتان في خاصية التناظر الجانبي، بمعنى تقسيم الجسم إلى نصفين متماثلين تماما. تعد خاصية التناظر الجانبي مرحلة أساسية في التكون، حيث تسمح لأجزاء من الجسم بتكوين أعضاء مختلفة. تعد الحيوانات ذات التناظر الجانبي أكثر قدرة على الحركة من الحيوانات ذات التناظر الشعاعي. تعيش الديدان المفلطحة متطفلة داخل حيوانات مختلفة، في حين يعيش بعضها الآخر في الماء العذب أو المالح أو المواطن البيئية الرطبة، وهذه تكون حرة المعيشة. التغذية والهضم: تتغذى الديدان المفلطحة الحرة المعيشة على المخلوقات الميتة أو البطيئة الحركة. تتناول غذاؤها عبر عضو عضلي يسمى البلعوم، يمتد خارج فمها ويفرز إنزيمات تهضم الفريسة التي يلتقطها، ثم يمرر الطعام إلى القناة الهضمية لاستكمال عملية الهضم. لا تملك هذه الديدان فتحة إخراج، لذا تتخلص من فضلاتها عن طريق الفم. التغذية والهضم في الديدان المفلطحة: تمتلك هذه الديدان تراكيب للتغذية أكثر من غيرها، ومنها الممصات والخطاطيف. إيه فائدتهم؟ تمكنها من الالتصاق بالعائل. لا تحتاج بعض الديدان المفلطحة الطفيلية إلى جهاز هضمي. لماذا؟ لأنها تحصل على الغذاء مباشرة من دم العائل وأنسجته. تركيب جسم الديدان المفلطحة: التنفس والدوران والإخراج. تشبه الديدان المفلطحة اللاسعات في أنها لا تملك أعضاء متخصصة لنقل الغازات وتبادلها. التنفس والدوران: لها جسم رقيق، لذا ينتقل الأكسجين المذاب إلى الخلايا بعملية الانتشار، أي من التركيز الأعلى إلى التركيز المنخفض. وتتخلص الديدان من ثاني أكسيد الكربون والفضلات بالعملية نفسها. تمتلك جهازا إخراجيا يتكون من شبكة من القنوات الدقيقة المنتشرة عبر جسمها والمتصلة بوحدات أساسية تسمى الخلايا اللهبية. الاستجابة للمثيرات: يتكون الجهاز العصبي من حبلين عصبيين طوليين متصلين بأنسجة عصبية مستعرضة على طول جسمها. تتصل مقدمة الحبلين العصبيين بانتفاخ مكون من عقد عصبية ترسل إشارات عصبية من الجسم وإليه.
الحركة. تتحرك بعض الديدان المفلطحة بانقباض عضلاتها. تهرب معظم الديدان المفلطحة الحرة من الأعداء وتبحث عن الطعام عن طريق الانزلاق بواسطة الأهداب الموجودة على جوانب البطن. تفرز البلناريا مخاطا يساعده على الانزلاق والالتصاق في الأماكن المائية المختلفة. التكاثر: الديدان المفلطحة خنثى وتتكاثر عن طريق التكاثر الجنسي. تتبادل كل دودتين الحيوانات المنوية وتلقح البويضات داخليا. في الديدان التي تعيش في الماء تنطلق اللقاحة في الماء داخل شرنقة لتفقس بعد أسابيع قليلة. التكاثر اللاجنسي: تتكاثر الديدان المفلطحة الحرة لاجنسيا عن طريق التجدد، وتنمو أجزاء جسم الدودة التي فقدت نتيجة تلف أو افتراس. أنواعها: التريبلاريا تعيش في الماء العذب والماء المالح والتربة الرطبة. تملك هذه المجموعة بقع عينية للإحساس بالضوء وخلايا حسية لتعرف المواد الكيميائية وحركة الماء. توجد على جانبي رأسها زوائد تعمل بوصفها، مستقبلات كيميائية تساعد على تحديد مكان الغذاء، مثال البلناريا. الديدان المثقبة تعيش معظم أفراد هذه الطائفة متطفلة على دم العائل وأعضاء جسمه، مثال دودة البلهارسيا ودودة الشيستوسوما. الديدان الشريطية وهي ديدان طفيلية تكيفت للعيش في أمعاء العائل. يحوي الرأس جزء منتفخ يحتوي على ممصات وخطاطيف لتثبت الدودة نفسها في جدار أمعاء العائل. يتبع منطقة الرأس جسم الدودة المكون من قطع تحوي كل منها أعصابا وخلايا لهبية وأعضاء ذكرية وأعضاء أنثوية تكاثرية. الخلاصة: الديدان المفلطحة من أوائل الحيوانات التي لها تناظر جانبي. الديدان المفلطحة عديمة التجويف الجسمي ولها عدد محدود من الأعضاء والأجهزة. بعض الديدان المفلطحة تعيش حرة وبعضها الآخر متطفل. الطوائف الثلاث الرئيسة للديدان المفلطحة التريبلاريا والديدان المثقبة والديدان الشريطية. وبكده أبنائي الطلاب نكون خلصنا الدرس الأول من الفصل السابع، وإلى لقاء آخر في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.